أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: معلوم أن مكة شرفها الله لا يجوز أن يدخلها الكفار، هل المدينة كذلك في هذا الحكم؟ لا، ليست المدينة مثل مكة في أن الكفار لا يدخلونها، وإن كانت المدينة لها حرم كحرم مكة لا يقطع شجر ولا يقتل خلاء، لكن يجوز للكافر أن يدخل حرم المدينة، لأن الكفار كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويدخلون عليه في المسجد كما دخل عليه نصارى نجران، وكما ربط أثامة كما ربط ثمامة بن أثال وهو كافر قبل أن يسلم، ربطه في ثانية المسجد وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، وكما دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم وهو في المسجد، دخل عليه الكفار وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه، فيجوز أن الكفار يدخلون المدينة للحاجة أو للإقامة فيها والاستيطان، وإنما يدخلون أهل الحاجة فقط ويذهبون إلى بلادهم كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد وأما الحرم المكي فلا يدخله الكفار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، هذا خاص بالمسجد الحرام.